Bonjour mes amis du monde entier, je m'appelle Hemma Dikri, la chaîne pour vous aider à apprendre la langue française. Et النهارده موعدنا مع الفيربات، هنعمل الدوزيام جروب. عملنا قبل كده المجموعه الاولى، النهارده هنعمل الدوزيام جروب. اللي شاهدنا الاول مره يا تشترك في القناه واكتب في الكومنتات ويا ريت نسمع الفيديو للاخر. بسم الله نبدا مع بعض. بعلم ازاي لو فيرب دي دوزيام جروب. عندي الفيرب لما يكون بينتهي بالاي ار، ومش كل الفيربات اللي بتنتهي بالاي ار دوزيام جروب، مجموعه تانيه. نحن نصرف الفيرب مع الضمائر الشخصيه لي برونوم بيرسونال، جو، توي، ايل، ال، نو، فو، ايل، ال، افيك اس. هنا بنيجي على نهاية الترمينزو بتاعت نهاية الفيرب ونعمل سوبريم، بنلغيها ونضيف مكانها مع الجو اي اس، مع تي اي اس، مع ال ال اي تي، مع النو اي اس اس او ان اس، اي دبل اس او ان اس، مع الفو اي اس اس او زد، اي دبل اس او زد، مع ال الافيك اس اي اس اس او ان تي، اي دبل اس او ان تي. ديت الترمينيزو، النهايات اللي انا بضيفها لفيربات الدوزيام جروب، المجموعه الثانيه. طيب عايزين ناخد اكزامبل نوضح الكلام ده. عندي الاكزامبل فيرب فينير يعني ينهي، عندي فيرب بنير يعاقب، ممكن اقول فيرب شوا زير يختار. ديت امثله للدوزيام جروب. هنا الفيرب بينتهي بالاي ار اي ار اي ار. نصرف واحد فيهم ونشوف هنصرفه ازاي. وليكن ناخد فيرب فينير ينتهي، هصرفه مع الجو تي ال ال، وادي النو vous il elle avec s. c'est clair. هنا هنيجي على الفيرب ونعمل سوبريم، بضيف النهايه بتاعته واضيف لها بضيف لها الترمينزو النهايات. بكتب جي فيني واضيف لها ايه اي اس، تي فيني اي اس، il ال فيني واضيف لها الاي تي. تمام. نيجي مع البلوريال الجمع، نو في ني، اضيف لها ايه بقى اي اس اس او ان اس، فينيسون فينيسون يعني نحن ننهي، فو في ني سي او زد، il ال في نيس يعني هم بينهوا. هنا نخلي بالنا دايما لما نلاقي الفيرب في اخره او ان تي ما بنطقهاش، نو سي برونونس با، جي فيني تي فيني ال ال فيني، نو فينيسون فو فينيسي ال فينيس او ان تي، نو سي برونونس با ما بنطقهاش. نوضح ده بالاكزامبل. هناخد اكزامبل جو فيني اهو، انا بنهي لو ترافايل العمل. تبقى عندي هنا فيرب فينير كان اصله فينير ينهي اخره اي ار، فحذفناها وضفنا مع الجو اي اس. طب لو قلنا نو نحن بننهي العمل بتاعنا، هو باخد الفيرب فيني فينيسون واضيف لها اي اس اس او ان اس او اي دبل اس او ان اس، لو ترافاي العمل. دايما الدوزيام جروب ما فيهاش شواذ وفيرباتها مش كتيره. تمام. ناخد اكزامبل تاني، اما اقول جو ادي فيرب شوا زير يختار،
انا بختار مثلا مي فيتمو ملابسي، تمام. عايزه اعمل الفيرب هنا اصرفه مع الجي. طبعا ده بحدد الاول هو اي جروب، البريمير جروب ولا الدوزيام جروب ولا التروازيام، المجموعه الثالثه. فطبعا فيرب شوازير اخره اي ار، يبقى الدوزيام جروب بحذف الاي ار مع الجي، هقول جو شوا زي واحط لها اي اس نهايه الفيرب انا بختار ملابسي. واحنا قلنا مش كل الفيربات اللي اخرها الاي اف مجموعه ثانيه. ما عندي اكزامبل مثلا اوضح ده، عندي الفيرب فينير، فينير الفيرب ده معناه ياتي، على الرغم ان اخره اي ار، ومع ذلك هو مش مصنف مع الدوزيام جروب المجموعه الثانيه، هو تغوازيام جروب مجموعه ثالثه. وانا هعمل ان شاء الله حلقه عن التصريفات المجموعه الثالثه. لو عجبنا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس. اوفر.